مرحبا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامج الرابح. اليوم احنا موجودين في مدينة الظاهرية جنوب الخليل، رح نتجول فيها نتعرف على مواطنيها، وبطبيعة الحال معنا العديد من الأسئلة والكثير من الجوائز المقدمة من شركة إيكا الوكيل الحصري لبافاريا. خليكم معنا لنشوف مين رح يكون الرابح معنا لليوم. مرحبا بكم من جديد مشاهدينا، ونواصل وإياكم حلقتنا لليوم من برنامج الرابح ونتعرف على المزيد من المواطنين. نتعرف عليك. شحادي داود، علامة رياضي. أهلا وسهلا فيك. كيف شايف الوضع الرياضة الأيام هاي؟ إحنا مقبلين على كأس العالم. أكيد منيح، وترتيبات في كأس العالم عن جد يعني شيء يباهي العالم فيه اللي قاعد بصير. على قدم وساق بنشوف. أكيد يعني التحضيرات لهال 15 يوم للشهر ونص اللي ضايلات إشي مش طبيعي. في كل الأنظار الآن تلتفت إلى قطر. أكيد. شو بتتوقع توقعاتك من ناحية المنتخبات اللي رح تتأهل للنهائي؟ مين رح يأخذ كأس العالم هذا العام؟ شوف، الحسابات تختلف من فريق لفريق، بس إذا بتكلم على المنتخبات العربية مش رح تصل يعني ولا لأي. كالعادة. كالعادة نعم صحيح، بس المنتخبات الأجنبية أكيد رح تكون فرصة البرازيل، رح تكون فرصة ألمانيا السنة قوية جدا. ممكن نشوف مثلا اسم جديد هذا العام؟ بتوقعش. تتوقعش؟ لا بتوقعش. لا، على المستوى الفلسطيني المحلي السنة الدولي مشتعل جدا، قوي جدا، وتنافس أكثر ما بين الجماهير الأندية، أكثر من التنافس ما بين الأندية نفسها. السنة راح يكون في تنافس ما بين 4 إلى 5 فرق، ممكن يصل العدد لخمس فرق. يعني التنافس راح ينحصر بين 4 فرق السنة، والتنافس للهبوط راح يكون بين 4 5 فرق كمان بنفس الشيء. وهذا الشيء لأول مرة بصير في الدوري الفلسطيني. الدوري الفلسطيني السنة مشتعل جدا، خاصة بين الجماهير زي ما حكينا، اللي هم جمهور شباب الظهري، جمهور شباب الخليل، جبل المكبر، بلاطة. هاي الفرق اللي بتمتلك قاعدة جماهيرية ضخمة جدا. اليوم ظهرية صارت تعرف بلد الغزلان. لا، وأكيد مش من اليوم تعرف. مش من اليوم، ولكن يعني أيضا يعني تيمنا خلينا نحكي بغزلان الجنوب. احكي لنا أكثر عن هذا النادي. هذا النادي بتعرف فيه، إحنا معروف الظهرية دمهم في الفوتبول، يعني بدون مبالغة ممكن يكون مع أي مواطن 100 شيخ يجيب فيهم أكل لداره، يترك الأكل ويروح فيهم على لعبة الفوتبول. طبيعي جدا يعني. أكيد، واليوم إلنا مباراة فوتبول على ملعب دورة، روح اتفرج على الجماهير. توقعات؟ بتوقع فوز الظهري، بس رح يكون صعب. صعب. يتذيل الترتيب، بس دائما هذول أمعري قوي. ماشي، بس في عالم الكرة دائما الفريق اللي بيكون متذيل بيكون صعب. ننتظر ونترقب طبعا بكل حب وكل توفيق أيضا لغزلان الجنوب. خليني أعرفك فينا، إحنا برنامج الرابح من شبكة بلدنا الإعلامية وشركة إيكا الوكيل الحصري لبافاريا. بدنا نسألك سؤال، في حال أجبت على إجابة صحيحة رح نربحك جهاز كهربائي، وفي حال أخطأت رح نعطيك صندوق بافاريا. جاهز معنا؟ جاهز. السؤال هو، أول دولة استطاعت اختراق حاجز الصوت بالطائرات؟ ولا بدي أسألك سؤال رياضي برضو، أنا بوقعش حالي هيك وقع. الخيارات، ألمانيا أو فرنسا أو الولايات المتحدة الأمريكية. لا تغششنيش، مش راضي اطلع عليك. اعتقد المانيا. والله برافو عليك، احسنت، اجابه صحيحه، وربحت معنا ساعه يد مقدمه من شركه ايكا الوكيل الحصري لبافاريا. ساعات بتهديها لحد. اكيد، الله يسعدك. رامك والله يوفقكم ان شاء الله، مزيد من التقدم والازدهار لإلي على بلدنا ان شاء الله. شكرا لك، يعطيك العافيه. مرحبا بكم من جديد، ونواصل وإياكم مشاهدين حلقتنا لليوم من برنامج الرابح في مدينة الظهرية، ونتعرف على المزيد من المواطنين. نتعرف عليه. مهند أبو رداد من الظهرية. لو سهلا فيك، الله يعطيك العافية. كيف شايف الوضع في ظهر الأيام؟ المشكلة الأزمة والنفايات، يعني هذا المشكلة يعني. ما للنفايات؟ بس عندنا سيارات يغطي كبل النفايات في منطقة ثانية، وهذا من نتمنى يبنوا سيارات عشان تجي النفايات برا. وهذا بنتمنى فيه شيء ان شاء الله. يعني باقي الامور تمام في الظهريه؟ لا، كل تمام ما عدا النفايات والازمه الخانقه بس. هذا هو.
طيب احنا برنامج الرابح من شبكة بلدنا الإعلامية وشركة إيكا الوكيل الحصري لبافاريا، أكيد بتعرف البافاريا صح؟ إن شاء الله بنعرفها، بصير نتشرف فيهم إن شاء الله. الله يسعدك يا رب. بدنا نسألك سؤال، في حال أجبت على إجابة صحيحة رح نربحك جهاز كهربائي، وفي حال أخطأت رح نعطيك صندوق بافاريا، شو رأيك؟ حياك الله. على الجهتين ربحة. يلا توكل على. كيف معلوماتك العامة؟ 100% توكل على. 100%، يلا نشوف. شوف لك سؤال. طيب شيء يوجد في القرن مرة وفي الدقيقة مرتين ولا يوجد في الساعة، فما هو؟ في اختار. ما في خيار. لا يوجد في القرن وفي الشهر. هتجاوب غيره. اسمع ركز بس في السؤال. شيء يوجد في القرن مرة وفي الدقيقة مرتين ولا يوجد في الساعة، ما هو؟ توقيت. توقيت ولا لا؟ لا. طيب بعدين جواب ثاني. نعطيك سؤال ثاني. طيب نعطيه سؤال ثاني. طيب السؤال هو شيء يقرصك ولا يمكن أن تراه، فما هو؟ الهسس. لا بتشوف الهسس. يقرصني الخيال. إذا بقرصني وبشبوش. زين سهل يا زين. النملي. جواب نهائي. نهائي. مع الأسف جوابك غلط، بس أحلى صندوق بافاريا لعيونك. شكرا لك ويعطيك العافية. مرحبا بكم من جديد مشاهدينا، ونواصل وإياكم حلقتنا لليوم من برنامج الرابح، ونتعرف على المزيد من المواطنين. نتعرف عليه عن صالح خضرات. لو سهلة، من وين؟ من الظهرية، بلد الغزلان. طبعا بلد الغزلان. ليش سميت بلد الغزلان؟ لأنه فيها فريق كرة القدم اسمه فريق غزلان الجنوب، دوري المحترفين يعني بنلعب، دائما احنا مصدرين الدوري برضه. ما شاء الله. كيف وضع الظهرية الأيام هاي؟ هاي زي ما انت شايف الحمد لله رب العالمين، بس احنا بنعاني من مشكلة الأزمة الخانقة الموجودة في الشوارع للأسف يعني، والأزمة موجودة في كل مكان. رغم انه الشوارع واسعة يعني، وصراحة في معمول لها صيانة، إلا انه فعلا في أزمات خانقة، ويمكن لأنه اليوم السبت كمان زوار. دائما يوم يوم عندنا أزمة يعني، ليل نهار يعني، لسه تيجي الساعة 11 في الليل 12 في الليل تبقى الأزمة موجودة. للأسف يعني، لأنه شارع ممر واحد زي ما انت شايف يعني، في شدة هو الشارع الرئيسي اللي بوصل وسط البلد. طيب احنا برنامج الرابح من شبكة بلدنا الإعلامية وشركة إيكا الوكيل الحصري لبافاريا، بدنا نسألك سؤال، في حال أجبت على إجابة صحيحة رح نربحك جهاز كهربائي، وفي حال أخطأت رح نعطيك صندوق بافاريا. جاهز؟ جاهز. السؤال هو أول من أطلق على الأطباء لقب دكتور من؟ الإنجليز أو الولايات المتحدة الأمريكية أو الصينيون؟ الإنجليز. جواب نهائي؟ جواب نهائي. والله برافو عليك، أحسنت، إجابة صحيحة، وربحت معنا جهاز كهربائي مقدم من شركة إيكا الوكيل الحصري لبافاريا. شو بتحب تحكي لهم؟ يعني كل احترام لهم، ودائما يعني للأمام إن شاء الله، ونتمنى لهم دائما الخير إن شاء الله. شكرا لك، ألف مبروك. نواصل وإياكم مشاهدين حلقتنا. وإياكم. طيب نتعرف عليك. انا اسمي بسام صالح عيد الهورين، من بلدة الظاهرية، معلم متقاعد. معلم متقاعد، الله يعطيك الصحة والعافية. الله يبارك فيك. كيف كانت تجربتك بالتعليم؟ والله كانت ممتازة ورائعة، وإلها مردود يعني موس اليوم على أرض الواقع. ما شاء الله صوتك عالي، يعني واضح باكي صوتك. نعم. عالي بالمدرسة. نعم. شو كنت تدرس؟ لغة عربية. الله. الله محمد. يعني معلوماتك بالشعراء والأدب قوية. قوية جدا. أنا بحب المتنبي. بحب المتنبي. المتنبي وأبو تمام والبحتري. بماذا سمي المتنبي أيضا؟ المتنبي. غير المتنبي. أبو الطيب المتنبي. أيوة، شو سمي كمان؟ اسمه أبو الطيب. طيب يقال إنه المتنبي هو شاعر اللي قتله شعره، صحيح؟ نعم. ليش طيب؟ لأنه قال
الخيل والليل والبيداء تعرفني، والرمح والقرطاس والقلم. فلاقت مجموعة من اللصوص فهرب المثلب، قال له واحد: ألست القائل الخيل والليل والبيداء تعرفني؟ قال: بلى. فراجع فقتل حتى فقاتل حتى قتل. يعني لا طلع الخيل ولا الليل ولا كل حكي فاضي. طبق قوله. طبق قوله. طبق قوله. بس بالاخر قتل. قتل. طيب على كل حال عم، احنا برنامج الرابح من شبكة بلدنا الاعلامية وشركة ايكا الوكيل الحصري لبافاريا. وين مقرها؟ في اليابان. شو هي؟ الشركة. شركة بافاريا مقرها في هولندا. في هولندا، احنا من هولندا. من هولندا. آه. طيب ننسألك سؤال، في حال أجبت على إجابة صحيحة رح نربحك جهاز كهربائي، وفي حال أخطأت رح نعطيك صندوق بافاريا. جاهز؟ جاهز. أين أطلق لأول مرة مصطلح مافيا؟ مافيا في اليابان، في أمريكا. في أمريكا. جواب نهائي؟ في ألمانيا. في ألمانيا. أعطيني جواب. في ألمانيا. في ألمانيا. في روسيا. في روسيا. أعطيني جواب نهائي. يلا. فروسي. بدنا نعتمد منك إجابة. أين أطلق؟ فروسيا. فروسيا. روسيا. جواب نهائي. مع الأسف جوابك خطأ. أحكي لك ليش. ليه؟ إحنا دائما بنحكي مين المافيا. المافيا للمتطرفين. بس يعني عادة بيحكوا مافيا الطليان إيطاليا. صح؟ إيطاليا. على كل حال ربحت معنا صندوق بافاريا، شكرا لك ويعطيك العافية. حياكم الله. الله يعطيكم العافية. نواصل وإياكم مشاهدين حلقتنا لليوم من برنامج الرابح في الظاهرية، ونتعرف على المزيد من المواطنين. نتعرف عليه وليد يوسف النجار من الظاهرية. أهلا وسهلا فيك. طمنا عن الظاهرية، كيف وضع الأيام؟ كويس الظاهرية، وناسها كويسين الحمد لله، فيها خير الحمد لله. خير. طب احكي لنا إشي عن الظاهرية هيك جملة تعرفي. كثير فيها تراث، أكثر إشي التراث فيها الظاهرية. إيش مواقع يعني أثرية مهمة؟ الكوخة، عند كل اللهم صل على سيدنا محمد، عندك الجامع الكبير، هذا برضه تراث فلسطيني عندنا احنا، كل شيء عندنا تراثه بشكل عام. يعني الظاهرية فيها تراث كثير. يجي زوار على الظاهرية بشكل مستمر؟ وين؟ من نابلس، من رام الله، ومن جنين، من كل مناطق بيجي، من مناطق ال 48 كمان بيجي عليها، وبناموا هان في عندنا فندق. يعني دائما عمرونا الظاهرية. الحمد لله بوجودكم. يلا ممتاز. طيب احنا برنامج الرابح من شبكة بلدنا الإعلامية وشركة إيكا الوكيل الحصري لبافاريا. اكيد بتعرف البافاريا صح؟ طبعا بعرفها. شو اكثر نكهة بتشرب؟ التفاح. تفاح. نسألك سؤال، في حال اجبت على إجابة صحيحة رح نربحك جهاز كهربائي، في حال اخطأت رح نعطيك صندوق. لا في حال اخطأت رح نعطيك صندوق بافاريا. شو رأيك؟ اللي بدك اياه بدكش تعطيني برضه. حياك يلا. الله يسعدك. طيب السؤال هو، شيء اذا ترك في الماء مات بالرغم من انه مصنوع من الماء، فما هو؟ سؤال سهل، فكر شوي. اذا انترك بالماء بيموت رغم انه هو مصنوع من الماء. سمك. سمك. لا هذا جوا المي. سؤالك ساعدينا شوي. مساعد. انا كمان وسيلة المساعد. شو منطق السؤال؟ هو شيء اذا ترك بالماء يموت بالرغم من انه مصنوع من الماء. فكر. هاو الطاقة مفكر. الكلور. ثلج. ثلج. زي ما قال الثلج. مقتنع بالإجابة ولا بس ما زي ما كان؟ على الله الحمد لله جاوبني هاي وتوكلنا. برافو عليك، إجابة صحيحة وربحت معنا جهاز كهربائي مقدم من شركة إيكا الوكيل الحصري لبافاريا. شو بتحب تحكي لهم؟ شرفتونا في الظهرية والله. حياك الله. شكرا لك، يعطيك العافية. حياك الله.
نواصل وإياكم مشاهدين حلقتنا لليوم من برنامج الرابح في الظهرية ونتعرف على المزيد من المواطنين. نتعرف عليه عيسى الطل من الظهرية. لو سهلة فيك، تشتغل بالظهرية كمان؟ نعم نعم. كيف الوضع شايفه؟ والله الوضع الحمد لله على كل حال، يعني الوضع والله لا يعني لا زي ما بقولها مش هذاك الحصار وشغلات زي هيك، يعني امور يعني الناس من غير نفس بتعيش بالوضع اللي احنا فيه، خاصه الوضع السياسي مع الاسف الشديد. طيب تعرف بافاريا صح؟ نعم بافاريا مشروب اللي هو اشوفه في السوق، يعني شراب ماء الشعير. نعم نعم. ما جربت تشربه ولا مره؟ والله يمكن في حياتي شربته مرتين، يمكن يوم بقيت اعاني من الحص وما حص وشفت. نعم كلى. وهو كثير منيح لهذا الموضوع، بنظف الكلى. على كل حال احنا برنامج الرابح من شبكه بلدنا الاعلاميه وشركه ايكا الوكيل الحصري لبافاريا. بدنا نسالك سؤال، في حال اجبت عليه اجابه صحيحه رح نربحك جهاز كهربائي، وفي حال اخطأت رح نعطيك صندوق بافاري. جاهز؟ ان شاء الله بنربح. عاد جهتين ربحان. تمام. السؤال هو، اول دولة استطاعت اختراق حاجز الصوت بالطائرات؟ اليابان. اني دولة اختراق حاجز الصوت طائرات؟ هو هذا الصوت الكبير اللي بنسمعه دائما. ممكن الولايات المتحدة الامريكية، بعرف انه. اعطيك خيارات. أعطينا شو؟ الصين أو الولايات المتحدة الأمريكية أو ألمانيا؟ ألمانيا. ألمانيا ممكن تكون الصين. ممكن أعتمد؟ أعتمدي الصين. مع الأسف جوابك خطأ، ولكن ربحت معنا الصندوق بافاريا. شكرا لك، يعطيك العافية. الله يرضى عنك، شكرا جزيلا. وإياكم مشاهدين حلقتنا لليوم من برنامج الرابح في الظهرية ونتعرف على المزيد من المواطنين. نتعرف عليه فؤاد أبو محارب من اللقية. من وين؟ من اللقية. في الظهرية ولا وين؟ من السبع. بير سبع. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا. معلش تواخذنيش، بعرفش كثير أسماء المناطق بالسبع. أيوة ولا إيش، عادي. كيف الوضع بالسبع؟ طمنا. الحمد لله ذهب. اليوم جايين على الظهرية عادة؟ بتيجوا هون كثير؟ أنا عادة كل سبت في الظهرية. أوف دايم. ليش طيب؟ متعودين على الظهرية، ما بندريس سوق وبنشتري وبنبيع. كم تبعد عن منطقتك اللقية؟ تقريبا 25 كيلو ولا اشي. نص ساعة. نص ساعة زمن بتكون هون. اي نعم. طيب احنا برنامج الرابح من شبكة بلدنا الاعلامية وشركة ايكا الوكيل الحصري لبافاريا. بدي اسألك سؤال، في حال اجبت عليه اجابة صحيحة رح نربحك جهاز كهربائي، وفي حال اخطأت رح نعطيك صندوق بافاريا. حلو. جاهز معنا؟ تفضلي. السؤال هو، ما أولى دول العالم من حيث المستشفيات الموجودة بها؟ الخيارات، الولايات المتحدة الأمريكية أو بريطانيا أو الصين. أو الصين. الصين. والله كفو عليك. نعم أحسنت، إجابة صحيحة وربحت معنا جهاز كهربائي مقدم من شركة إيكا الوكيل الحصري لبافاريا. شو بتحب تحكي لهم؟ بارك الله فيك وإن شاء الله بالتقدم والنجاح وشكرا. أهلا وسهلا فيك في الظهرية كمان، هاي منا. شكرا لك، يعطيك العافية. بارك الله فيك. نواصل وإياكم مشاهدين حلقتنا لليوم من برنامج الرابح في الظهرية ونتعرف على المزيد من المواطنين. نتعرف عليه ناجح القسية. أهلا وسهلا فيك. من الظهرية؟ نعم من الظهرية. نعم. وكيف شايف أوضاع الظهرية الأيام هاي؟ والله عادي الحمد لله، يعني ما فيش اي تغير، وفي ما شاء الله تجاره والاسواق شغاله، يعني كل شيء عادي. يعني امورها تمام. الامور تمام والله، يعني ما فيش اي تغير. وفي زيتون شفت في الظهرية والله بجد الشباب. الحين طبعا الحين موسم الزيتون والكل بقطف، يعني الفترة هذه الكل فعلا الكل موجود في الزيتون الحين. في اراضي واسعة بالظهرية يعني فيها الزيتون؟ والله في، نعم في نسبة يعني مش بطالة. كيف زيت الظهرية؟ والله نسبته يعني زيت كويس، يعني زيت الجنوب دائما بقوله يعني حتى أحسن من الشمال من ناحية عشان الجنوب وليك. في يعني في كميات يعني
ممكن بتكفي الظهريه وهيك شيء يعني، كل لانه كل مواطن عنده زيتون. قديش تنكه الزيت عندك في؟ والله احنا انا بسمع يعني في الشمال او يعني في الاخبار 400 450. نعم الظهريه، في الظهريه احتمال تكون 500 550، دائما في فرق يعني عن الشمال، لانه انا بقول لك الزيت اثقل يعني وكذا، ففي فرق بالسعر. طيب احنا برنامج الرابح من شبكة بلدنا الاعلامية وشركة ايكا الوكيل الحصري لبافاريا، اكيد بتعرف البافاريا. طبعا بعرفها ونشربها كمان، ومشروب يعني ممتاز والله فعلا يعني بنشربها. نعم بدي اسألك سؤال، في حال اجبت على اجابة صحيحة راح نربحك جهاز كهربائي، وفي حال اخطأت ما بنزعلك، بنعطيك صندوق بافاريا، شو رأيك؟ يا ستي حياك يا الله اذا بنقدر يعني، ان شاء الله ان شاء الله. السؤال هو، ما هو الشيء الذي إذا لمسته يصيح؟ إذا لمسته بصيح. يصيح؟ إذا لمسته بصيح. ممكن المنبه إشي يعني الجهاز إشي صبته. والله بتفكر بالاتجاه الصح، بس شو الجواب؟ لمسته بصيح. ممكن زمور. أوكي شو ممكن كمان؟ صيح مثلا، ممكن كمان طير مثلا ما مسكته كذا. لا طير لا، خليك باتجاه الزمامير والمنبه. والمنبه يعني انا بقول لك يعني برضو ممكن انه يكون جرس مثلا، شيء زي البيت كمان مجرد ما نعم او جرس يعني شيء كهربائي، جرس او منبه او شيء يعني زي هيك يعني. إجابتك صحيحة وربحت معنا جهاز كهربائي مقدم من شركة إيكا الوكيل الحصري لبافاريا، شو بتحب تحكي لنا؟ شكرا لكم يا عمي ولا إلى الأمام، والله مشروب كويس يعني إحنا دائما بنشتري منه وبنشرب، وإلى الأمام يعني. شكرا لك، يعطيك العافية. لهون مشاهدينا بنكون وصلنا معكم لختام حلقتنا لليوم من برنامج الرابح، شكرا لكم على طيب وحسن المتابعة، وما تنسوا تشوفونا بحلقات جديدة، إلى اللقاء.